خليني اشوفك بعد الظهر. ايه طيب ماشي مثل ما بدك، بس وين؟ وندرفول. بالوندرفول. طيب ماشي مثل ما بدك. بس لا تاخر علي. لا لا خلاص باي. غسان بس بدي لك شغله يعني. مين هيك قاعد معك؟ لا حسنا شباب، بدي اقول لك يعني لك ولا لدي؟ خسر دي بتفضل. يو انا 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 بدي مصاري. ايه لعيونك قد ايه بدها؟ يعني هلا بدي 500 ليره اذا معك، اذا يعني اذا ما معك خلص ما في. خلص معي معي. استنى. اكيد معي. استنى معي طبعا. يلا. ايه شباب شوفي. لا ما بشي خلص رايح عن جد. اذا ما معك خلص بلا 5 مينتس خلص حبيبي انت. طيب بستناك انا هون. هدول امسكهم حبيبي دير بالك، واذا وسخين نظفهم يعني راجع لك 5 مينتس. يسلموا كثير. يلا جود باي. يلا ناطرك انا. باي يلا. ايه يلا ما. هلا صار فيني اشوفها. على الأدنى. الله حي ابو محمد. اهلين. شلونك؟ الحمد لله. لك عم تمطر بصحنايا. الله يبعث الخير. ايه والله الله يبعث الخير. طيب ليه ما عم تمطر عنا يعني؟ ما بنستاهل. ما بنستاهل. حلو. ابو محمد؟ ايه؟ البركة محمد قد ايه عمره؟ ما لك علاقة. كمان في وجهة نظر. هات لك صابت 1000 ورقة. خلينا نتكل على الله. شو هيك تعبي؟ ها. 100 100 700 800 900. ابو محمد عم تنصب علينا ابو محمد؟ هذا فكرني هندي؟ 900 ورقة هدول. ايوه حق الكيس هاد. لك شو حق الكيس؟ شو حاصبه عليك؟ هات 100 ورقة برجع لك، حقه 100 شي؟ ايه. ها؟ لا. نوال نوال ابو محمد. الله حيو ابو محمد. دوقه ما اطيبه. بس فتيل هيك، فتيل 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 فتيل. ايه وطلع لفوق. رامية! رامية! يخرب بيتي مع حقرني. سبعة بـ13 قديش؟ أنا أدبي شو دي؟ شو بك نقع اسكني يا زلمه؟ شو جبنا لك 1000 ليرة بدل 500؟ 1000 ليرة؟ إيه؟ والله كثير 1000. حبيبي بدك اياهم؟ ايه هاتهم طبعا. لمهم بالاول. بعناية. ايوه شوي شوي. بس والله كثير 1000 يعني ما لك. لا ولو يا علوش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. والله كتار. طيب خلص انا بهاليومين ان شاء الله بسدك اياهم. يا ترى لا تطول علي. الله يخليك. عن جد يستوي ايديك. تعرف عندي انه انا ديون وكذا والقصص. طيب بدك شيء؟ الله معك. اعطيني كتبي وخلص بهاليومين انا بسدك اياهم. استنى خذ هذا. لا لا هذا هدول الي. يلا أحيح. يلا باي باي باي. هلا نروح لعندك لنشوف اليوم رح تطلعي ولا ما رح تطلعي. صباح الخير. أهلين. صباح النور يا بابا. بتأخرتي على المدرسة؟ رايحة البيت هلا. الله معك يا قلبي، مع السلامة. لا متحسنة ما شاء الله. ايه الحمد لله. تعرف نفسي اعرف شو اللي كان مزعل هالبنت. انا رح اقرا برجي هلا. يا شادي انا ما بنقي حدا. لك انا ما بدي اياك تنقلني، انا اصلا حافظ المنهاج كله. بتعرف هالشيء؟ انت حافظ المنهاج؟ ايه حافظه كله. طيب ماشي، سمع لي القصيدة الاولى. طبعا مقتل بوزر جمهرة. ايه ايوه. يا يوم قتل بوزر جمهرة. هاتي حقا. لا ما ادري شو في خطرة قاعد انا وابي على المصطبيب بسيمة. ايه. نزل رجلي بالنار. ايه. لا ومشمر لهون هيك. ايه. والعائلات كلها مجتمعة، ما شفت لكم الا شي دق برجلي. بالون قتل علي هي السمكة الحرة. ما في كلام. لا السمكة الحرة تركت محيطات كله واجت على نار بردة. لا مو تاري في حفريات بالمحيطات. قام قلبي طريقة من بردة. ايه
شفتوا الزلمه اللي طلعوها ذاك اليوم بالتلفزيون كان واقع برده؟ انا وقتك عم نسمع قصه. ايه كان واقع برده الزلمه. ايه شو تاري هو المارق من هون؟ ايوه اشرت له ما وقف. ليش؟ لك مو تاري هدي له الغرفه تبع اخوه اللي على الاسطوح مشان يجوزوا ابوه فيها جواز؟ لك ما رضي ابوه بجوازه كلها. هاي يا شباب لك المخلوقه طلعت مطلعه وعند اولاد. شو وين الشباب؟ لك اكيد بيكونوا صاروا بسيمه خلينا نلحقهم. يا شباب طاري ماله بالعاده يتاخر. لك خلص بقى فضوها سيره الغايب عزره معه. لك مزبوط. لك خلينا نلحق يلا شو بدنا نروح. لك نروح على بسيمه نشوف. لك انا لسه بدي يبرح ببسيمه بدي خلص على عمرك كله ببسيمه. تعال ابن خرسو نبر تيس هل عني ايه؟ لك تعال لك شغله بس تحكيك شغله. حق المسكه وين حق المسكه؟ مرحبا خالي. اهلا وسهلا. عندك حفاره كوسه؟ لا والله ما عندي. يوه ليش ما بتحفروا كوسة؟ لا ما بنحفر حبيبتي، أنا بجيبه من سوق التنابل مقور خالص. طيب معلش نادي الأستاذ عماد. بنت خالتي بدها تسجل مدرسة، بدي أسأله كم سؤال. الأستاذ عماد مهم. هي؟ إمتى بيرجع؟ ما بعرف. طيب طيب سلمي عليه. على عيني. أمان إذا بدك شي نادي لي. الله معك لك حبيبتي ما بدي شي. العمى العمى شو مفروطة مثل امه ولي علامه هي وامه. شبك ابتسام؟ ابتسام شبك؟ قلعتني امه. ايه ام عماد قلعتك؟ ايه ان شاء الله بتنقلي عينها يا حق الهي والتور عليها الثانيه. لك بعرفها هي جكرة وقويه بعرفها. اخ 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 وينه؟ بدي اسالك لما شفتيه اول مره كان انو ساعه؟ يعني بعد حالة المدارس بشوي. يعني مثل هالوقت؟ ايه هلأ بتروحي وبتستنيه على الدرج ولما بيجي بتحكي انت وياه شو ما بدك، واذا ما لقيتي استني لحتى يجي. هيك قلتي؟ ايه. طلعيلي دخيلك طلعيلي، عايش بمداخل البنايات بهالبردات، يستر على عرضك اطلعيلي يلعن ما وكلي. الله الله يا ابو الغوص، على ما يجي علوش يصف وراي ويعزف بهالجيتار وخود على معجبات بقى. لا 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 لا. يا بني يا أم الهول يا بنت الحلال، أمر الله ولدت بنتك وجابت ولد تماني ودفعنا فواتير المشفى وحطيناه بالحضانة. أنا شو دخلني هلأ لحتى أخذه على طبيب الأطفال؟ لك في أبوه في عمه في جده أبوه. إيه شو دخلني أنا؟ لك خلص بقى، يعني واحد بزر والتاني التزام. حلي عني. ها يخرب بيتك، الله يجعل يومك قبل يومي يا فوزة. كتل الحسابه. مرحبا يا بي. أهلين وسهلين. الله لا كان جاب الغلا، ليش تأخرت؟ ليش يعني دراسة؟ دراسة. الله يوفقك يا رب، أنا واصل مشوار ضروري، دير بالك على المعلم. لوين يا بي لوين؟ خلاص ضروري عم نقول لك. أنا عاوزك موضوع ضروري. شو خير شو في؟ شو نسيت يا بي موضوع قصة إعلام المحل؟ هلا اطلع من راسي تضرب أنت من الإعلام، فاضيلك أنا وعنانا. لك بدك تاكل السوق؟ ما بدي إن شاء الله بياكل أخنان وزهرمان. بعيد الشر عن قلبي. مرحبا مخلوق. أهلين خالي. شو بدي اطلع من هنا؟ ايه تكرم عيني. والله طمن روحاته اللي بياكل يحسها ترى. شو بدي في خالي شو بدي؟ ايه تكرم عيني. لشو بدك يا؟ انا مصدقك. على عيني وراسي. الله يسلمك. المشرمح لي. انت عجبتني. المشرمح لي اكثر. طارق وصلنا. ايه صح. يلا يلا. ايه العمى شو صاير له؟ لك والله دخلت.
معقولة أنت نفتل البناية 6-7 وجوه للاقي وين بيتك؟ لا والصبح كمان أنا فاتل الشام كله وراكي بالميكرو، والله ما نحكي يا جينا وعدنا. إيه؟ شو علي؟ سكري لك بقى من البلوعة بدي أطلع لك، سكري لك بقى. والله لما عم شوفها بهالحالة قلبي عم يتقطع عليها، وعم حس حالي أنا السبب، وهي التانية يعني ما لقيت غيري. خلص مع الأيام بتنساني، هاد أحسن حل. ولا لك حياتي ما ولع، ما أنا والع أكتر منا. صبايا شو تاخدوا هلا؟ ان شاء الله دائما هيك تكونوا مسلمين. اهلا متر، بدك تجيب للصبايا شو تاخذوا؟ جنتونيك ولا شامبانيا؟ لا شامبين. شامبين شامبين. وانا هات لي لو سمحت عندك ريد ليبل؟ طبعا. وما في عنا من اخر الدنيا استاذ بجيب لك. يلا ذوق نزل لي اللتر. شو بدك تعشينا؟ بدك تعشي حياتي؟ اكيد بدنا نتعشى. بدك غالي والطلب رخيص. شو بحبوا ياكلوا الصبايا؟ متر احلى عشاء لاحلى صبايا؟ على راسي. في شيء معين؟ خلاص على ذوقك. على ذوقك. فكرة معينة. شكرا. بصحة الصبايا الحلوين. شو بك؟ في شيء؟ لا ما في شيء. شو بك انت؟ لا ما في شيء. حسب بدك؟ لا ابدا ابدا. طيب جهزت يا فندم يا باري. ما بدنا نقعد شوي لحالنا؟ ايه صبايا اعطونا ضو، عدوا هذيك الطاوله هلا بنزلكم طلب هنيك. قوموا حبيباتي قوموا. ولعان ولي على قلبي، انا ولعان اكثر منك. روح خليك.